وابدا بيك يا مصطفى، السينما والغناء، وسريعا قول لي اخبارهم كانوا ايه على السوشيال ميديا السنه دي. طيب انا عايز اقول ان دلوقتي حصل بارادايم شيفت بسبب الكورونا، يعني النموذج القديم للدراما وللسينما قد تغير تماما وكليا ونهائيا ولن يعود كما كان. المنتجين الافلام في هوليوود ضاربين اخماس في اسداس مش عارفين يجدوا حل. فيلم تننت نزل اللي عامله ستيفن سبيلبرج ومش عارف يطلع ازاي. طب ده ليه؟ لان الفورمات بتاعه الانتاج السينمائي القديم اللي كان بيعتمد على الشباك وكان بيعتمد على نزول الاسهم بتاعه الشركات المنتجه في البورصه والابطال الكبار والانتاج الضخم دوت، عوائده ما ينفعش ان هي تكون موجوده على الديجيتال فرونتس على المنصات. فبالتالي بدا تطلع فورمات جديده، ويمكن احنا ده شفناها في بعض من الدرامات. عندنا يعني ضروري برضك نتكلم على الفورمات الجديده المصريه اللي طلعت على المنصات زي ما وراء الطبيعه، زي مملكه ابليس، زي ليه لا. في فورمات بتطلع اقل عدد من الحلقات زي نمره 2، مش مرتبطه منفصله. فورمات جديده وتجارب جديده، في منها هيجد صدى ونجاح، وفي منها مش. احنا عاملين حاجه كمان جديده ان احنا بننزل حلقه كل اسبوع، صح. فبنقلد التلفزيون في حته الديجيتال. طيب اما بما يتعلق بالسينما، السينما اي ثينك ان هي لن تعود بالشكل القديم. احنا عندنا كورونا لسه عندنا وقت طويل، فضروري عشان المنتجين دول يتعافوا ضروري ان هم يلجأوا لوسائل رقميه للدليفري. طبعا احنا بنخاف من الوسائل الرقميه عشان البايرسي، عشان بتتسرق. يعني فيلم تننت ناس كتيرة قوي شافته مسروق في مصر. طب نشوف ايه شكل السينما يتعلق بالسينما والاقبال على السينما في مصر كان شكله ايه برغم الظروف الصعبه جدا. يمكن يعني افلام قليله اللي كانت موجوده، ايرادات ما كانتش عظيمه جدا هذا السيزن. فاحنا انت بتقولي ان في 6 افلام مثلا. طبعا الخطه العايمه بالظبط 6 افلام ايراداتهم صغيره. وافلام مش يعني انت عندك فيلم مقام الامام نزل على منصه ما نزلش على السينما، في حين ان في افلام هنا نازله في السينما انا شخصيا ما اعرفش الاسماء دي. مونستر هانتر، ذا كرود، خان تيولا. لا خان تيولا ده احنا عارفينه دوت ممكن نعرفه، لكن ده بتاع وفاء عامر. خان تيولا والصندوق الاسود بتاع منى زكي، الخطه العايمه عارفينه برضو، ودي في افلام اخرى افلام اجنبيه. ده البوكس اوفيس، يعني ده اعلى ايرادات في السينما المصريه بالظبط في مصر. طيب